الفرد في الأسعار فيه زوج جوانب. الجانب الأولاني هو جانب الجودة، نلقاو عامل الجودة عنده مفسدي بين حي إلى آخر. والجانب الثاني بخلف في الجودة هي هيكلة السعر في حد ذاته. كيفاش نلقاوها؟ إجي نشوفه مثلا في الخضر والغلال، كما تفضلت وذكرت الخضر والغلال كيفاش تقع. عندنا 80% من الفلاح نتاعنا صغار، وبالتالي ما يوصلش هو المنتوج نتاعو إلى سوق الجملة. ثم قشارة ياخذوا المنتوج يوصلوا إلى سوق الجملة، وبالتالي يتحكموا هما في هيكلة السعر عن طريق العرض والطلب. بمعنى كونه ثم صابة مثلا في الفلفل ما تهبطش كميات الكاملة بتاع الفلفل، تهبط جزء منها صغير يطلعوا بها السوق، ويقعد بعد الوتيرة بتاع السعر هذاك تمشي، وهذه تحكم في الأسعار. الجانب الآخر اللي حكيت عليه أنت بين حي الآخر، تلقى بتجار التفصيل يخلط لك أنواع من الخضر والغلال في الجودة متاعهم. مثلا سلعة اليوم يخلطها مع سلعة البارح وسلعة البارح، وبالتالي تلقى الجودة متفاوتة في المنتوج، في وسط المنتوج متفاوت، ويلقى السعر ديما يقعد ما بيناتهم 200-300 طالع هابط. هذاك علاش تلقى تفاوت في المنتوجات هذه. نحن نعرف كقاعدة راه المنتوج اللي يخرج من عند الفلاح يتضرب في 4 أضعاف باش يوصل المستهلك. كان الفلاح يبيع بدينار، راه المستهلك باش ياخذ ب4000. هذه تنجم تقول قاعدة الموجودة في السوق، وهنا فيها طريقة العرض والطلب اللي ما فيهاش شفافية، وبالتالي يتحكموا في هيكلة السعر عند المنتوج هذاك كيفاش باش يوصل للمستهلك. وهنا بتعدد الوسطاء في المجال هذا، بمعنى كونه تلقى معناتها هبات كبير يهبط سلعة وتحته اللي أقل منه وتحته اللي أقل منه، تلقى نسب متفاوتة في الأرباح، وبالتالي تلقى المنتوج غالي. على هذاك نحن نقول الرقمنا ضرورية في المجال هذا باش نعرف، خاطر نحن معناش استراتيجية فلاحية وقتاش ننجو المنتوج وكيفاش ننجوه وكيفاش نوصلوه وكيفاش يتعدى على الرقابة. هذا كل ما عندناش. والحاجة الأخرى فيها هدر كبير عند الإنتاج متاع المواد هذه. علاش؟ خاطر ما عندناش الكاليبراج، ما عندناش تصنيف المواد حسب الحجم وحسب الجودة. أنت تاخذ منتوج تلقى فيه جانب كبير من الأحجام الصغيرة، تلقى حجم كبير وتلقاه من كل مخزون فرتسو، وبالتالي ما تعرفش السعر هذا كان درا سعر المنتوج متاع الحجم الصغير ولا متاع الحجم المتوسط ولا متاع الحجم الكبير. وهنا التفاوت نلقاوه في الأسعار بالكيفية هذه. ما عندناش تراسابيليتي، ما عندناش رقمنة المسالك الكل متاع التوزيع، وهذا يلزمنا نوصلوا له باش نجموا نحافظوا على الاستقرار متاع الأسعار ونحافظوا على المنتوجات ما تلقاش فيها ندرة. نحن في الرقابة كان نوصلوا هيكليا وتشريعيا نعملوا قوانين اللي تنجم تراقب بها. بمعنى كونه راهي في الرقابة يلزمك تفرض التراسابيليتي ولا الاسترسال في المعلومة يلزم تكون موجودة، يلزمك تفرض كاليبراج كما قلنا يلزم تكون موجودة في الأحجام متاع المنتوج. هذا كله يساعد على الرقابة. أنت ما عندك حتى أي ضوابط موجودة باش تنجم تراقب بها لا الاسترسال ولا الأحجام متاع المنتوج ولا الجودة متاع المنتوج. ما تنجمش انت تراقب الاسعار في المنحة هذا، تعرف اللي سعر منتوج ما تدخل سوق الجملة بكمية معينة، الكمية هذيك فرضت غلاء الاسعار في المنتوج هذاك، انت ما عندكش آلية باش تعدل بها الكميات اللي باش تهبط للسوق، خاطر ما تتحكمش فيها انت الكميات اللي تهبط للسوق قديش، وبالتالي يقع ارتفاع في الاسعار حسب الناس اللي مهيكل الاسعار واللي مسيطر على السوق. المساحات التجارية كبرى دورها محوري ومفصلي في ارتفاع الأسعار، وهي اللي تطبق في سياسات تخلي من المنتج يرفع في الأسعار وتخلي صنعة حاجة اسمها التضخم المصطنع. بمعنى كونه باش فهموه، مساحة تجارية كبرى تفرض على المنتج باش يبيعلها بأقل من 35% اللي هو الهامش الربح الخلفي، اللي هو خدمات التعاون التجاري، اللي هو ريستور، اللي هو سميه شتحب تسميه، تفرض عليه 35% قبل ما تشري.
التجارة الوحيدة في العالم اللي تربح قبل ما تدخل في عملية شراء، بمعنى كونه تاخذ 35% من الشيفر دافير نتاع السايت المنتوج هذاك، مثلا منتوج يتباع ب 10,000 تشريه ب 7,000. شو يعمل المنتج هنا؟ يطلع ما عادش يبيع ب 10 ولا يبيع ب 15، معناتها قيمته يضخم تضخم مصطنع باش ينجم يفي بالالتزامات اللي تتعمل ما بيناتهم الزوز في بعنوان خدمات تعاون تجاري. هذا هو المارشاريل اللي هو اصلا في فرنسا ممنوع. نحن القانون تعمل قبل على مقياس ناس معينة، وكانت النسبة 2.3% أول ما بدأ، وبعد تغولوا بشوي بالسنوات عشرات السنين توا تغولوا بشوي بشوي لين وصل 35%. وعلى ذلك اللي أول مرة تدخل وزارة التجارة وتحدد كسقف 10% كعنوان بعنوان خدمات التعاون التجاري كأقصى نسبة بالنسبة للمواد الغير مؤطرة، و 5% بالنسبة للمواد المؤطرة. وهنا يلزمنا نلاحظوا آليا انخفاض في الأسعار، شفناها في الطماطم كانت 5,000 واش ولات 4,500، شفناها في الزيت زاد نقص. آليا يلزمنا نشوفوا انخفاض في الأسعار بعد تطبيق القانون هذا اللي توا قاعدين وزارة التجارة قاعدة تشوف هيكلة الساعة كيف كي زاد. في نفس المنشور طلبت من الصناعيين مدها بقوائم هيكلة الأسعار عند الإنتاج وعند البيع متاعها باش تعرف القيمة الحقيقية متاع المنتوج، وبالتالي تحصر خدمات التعاون التجاري، بمعنى كونه تمشي للهيكلة السعر الحقيقية متاع المنتوج والفائدة الحقيقية اللي قاعد يصوروا فيها، باش هذاك نبعدوا على الشطط الكبير اللي قاعدين نشوفوا فيه في الأسعار اللي يوصل بين هامش ربح أمامي وهامش ربح خلفي يوصل 60-70%. وهذا مشط مشط برش. انت كدور في السوق وتشري تلقى منتوج مش قيمته الحقيقية، تشوفي تقولوا علاش غالي، هذاك يثقلوا عليه خدمات التعاون التجاري، ثقل عليه مارشا ريال، ثقل عليه هراه مارشا فون. وهذا الكل منطقيا واقتصاديا ماهوش لا لصالح البلاد لا لصالح احنا في فرنسا. مساحات التجاريه كبرى خطاها في 2015 250 مليار، خاطر تطبق في الهامش نفس المساحه التجاريه كبرى في تونس قاعده متغوله وقاعده ماشيه بنسب كبير. هي تعطي نوع من الإنفاق الأسري في مادة التغذية، لكن القفة الحقيقية متاع السوس يرى فيها صحة، فيها خدمات بنكية، فيها تعليم، فيها كراء، فيها ترفيه اللي هو هذاك في آخر السلم اللي احنا بعدنا عليه كل البعد. هذه كل قفة التونس فيها ضوء فيها ماء، وعلى ذلك نحن نطالب بإجراءات حزمة من الإجراءات باش تخفف هالوطأة هذه. مش معقول إنسان عنده حق في الماء لكن يلقى الماء غالي، مع العلم راهو من 0 إلى 20 متر مكعب قاعدة 200 فرنك، راهي هذيك مش الأسر، هذيك راهي للخدمات الحرة بيروات وغيره. هنا يلزم سياسة فيها حزمة من الإجراءات باش تخفف على هذا. التونسي صحيا ما عادش متلف يتولي داوي وحده، واللي يمشي للفارماسي يقول أعطيني الدواء الفلاني، التطبب هذاك مشكل كبير. كيف كيف في التعليم، اللي عنده زوج صغيرات تلقاه يقرر في ولده في اليوتيوب بين 70 و 98 دينار، شوف انت 3 مواد في 70 دينار كمعدل 210، اضربهم انت في 6-7 شهور شوف الكلفة، الكراء نعرفوا الكلفة متاعها. هذه الكل رجل الضوء زاد كيف كيف سيستم الاقساط يزم يتبدل، خاطر مش معقول انا نستهلك من 0 إلى 50 بسوم، كي نستهلك 51 نشيل البالي الثاني اللي هو 100 من 0 ل 100 على خاطر الواحد الزايد هذاك. هذه الحزمه المجريات باش تنقص من القفه اللي هي بيدها غذائيا بغلال الخضر والغلال واللحوم وغيره تلقاها مكلفه على التونسي. We'll be right back.